اولا نبغي نشكركم على حسن الاستضافه لهذا المنبر اللي كنحييه، منبر اخبارنا، ونيت اخبارنا يجيبوها للاخرين، نعرفوا نيت نتواصلوا نيت مع المشاهد ديال هذا المنبر الجميل. كما جاء في السؤال ديالكم على سر الغياب، والغياب هذا مشكل نعانيه الان، باش ما نكذبوش على روسنا، الغياب كاين، ولكن انا كنقول كيجي لي ار التلفزيون، اما فهيد كاينه علاقه ديالو مع البيبليك، كاينه في المسرح، مجال المسرح اللي الان اللي في اشتغال في الوان منشاو الجديد، اللي انا الان بصدى بجوله ديالو في ربوع المملكه، وممكن ان شاء الله خارج ارض الوطن، على حسب المنتج ديال الوان منشاو. الغياب انا كنتاسف بزاف الغياب ديالي عن التلفزيون، اللي غياب اللي ما عندوش مبرر بالنسبه لي، ماشي ليا انا، التلفزيون، لان ما اش نقول، كنا دوينا بزاف، انا لدرجه انني دويت بزاف على الغياب، وليت ما بقيتش باغي ندوي كاع على هذه النقطه، هذه ما بقيتش باغي ندوي، لان دوينا بجميع المنابر، يعني ما كاينش اذن صاغي، ما سي با، ما عرفتش. هي الامور كيفاش كيستعرف المشاهد، المشاهد المحترم، باش تعرف واحد المساله، ان دابا التلفزيون خدا واحد كوموندي، شي حاجه اللي ممكن انت ما عندكش الحق كاع تدوي، شي ما عندكش الحق، وجانا واحد الدفتر، ديما كنقولوا بزاف هذا الكيت شارج هذا، واللي جا واللي فصل بيننا وبين التلفزيون، هو السبب الغياب، لان دابا ولينا كيبان لي ان هذا الكيت شارج هو بحال بغيت تقول دابا حق ارد بباطل، فهمتيني، هذه هي الاشكاليه. دونك المنتجين اللي كاينين واللي ولاو هما معروفين على رؤوس الاصابع، هما اللي شادين الحراك الفني، هما اللي شادين الساحه، هما اللي كاينين، ممكن هاد الناس ما فكروش فهيد، اولا حيت كنسمي واحد المساله، كل واحد عنده ناس ديالو، كل واحد ولا عنده ناس ديالو، داك مشى الابداع، مشى الفن، مشى الفن الحقيقي، ولات هنا دابا علاقات، ولات محسوبيه، ولات علاقات، صاحبي جيبو ماشي صاحبي، ما بقيتش كنشوفو في فنه ولا في عطاءه ولا شكون هو، ولا راه عنده اسم، ولا راه عنده جمهور كيبري عليه، ولا راه عنده جمهور مشتاق باغي يشوفه، هادشي مابقاش كيخدم الاعتبار. انا نرد على ان هناك ما كاينش هناك فرق، خاص فهيد يخرج من الشخصيه او لا يدخل منا، لا يخرج ولا يدخل يبات في الزنقه، عرفتني كيفاش غادي يخرج، هو هذاك سان بيرسوناج ما ندوش عليه، محبوب ولا زال محبوب، ياك. اما نعطيك ان مثلا انا كنقول مع نفسي، من قلتها ثاني بزاف هذه، لان كنقول مثلا انا في رمضان كنبرك كنتفرج، انا كنشوف من حقي كنولي كمواطن، انا متبع البرامج الرمضانيه كنتفرج، فاذا بي كيلقى نفس بعض الممثلين، مع كامل احتراماتي لهم، باقي انت هما نفس الاداء، نفس الادوار، نفس ذاك العروبي، هذاك العروبي اللي وقيل متمنع له فهيد، ما خصوش يبقى يدوز لان خصو يبدل راسو، دابا فهيد يبدل راسو، وحدين اخرين راه باقيين خدامين بداك الشيء ديالهم، بنفس البيرسوناج ديالهم، بنفس ذاك الشيء باش عرفناهم، بكل شيء، راه ملي كتشعل التلفازه وانت في العروبي انت كتسالي التلفزيون، يعني ما لون، انا ديما كنقول لو كانت ان مثلا هناك اعمال جاده، واعمال زعما فاقت المستوى ديال عبد الخالق فهيد، وي نقول انا سابيا لو تطورات، يعني الفن هو في شو تبارك الله فين لا، شو المستوى ديال الفكاهه فين وصل، ولكن ملي كتجي كتلقى كاين استياء ولا زال، وكل عام على عام، دوك ما كاينش تغيير، ما كاينش تغيير، ما كاينش شي فكاهه، واخا حتى الشبابيه باقا ما وصلناش، فين هي الفكاهه الشبابيه؟ ولكن حنا الفكاهين الشبابيين اللي معك كامل احتراماتي لهم، راه ما يمكنش دابا نحكموا عليهم دابا، حيت دابا اللي كيديروا عليه ستاندر، دابا كيديروا لي شاو، باقي ما دخلوش التلفزيون، امتى نحكموا عليهم؟ تيولوا حتى هما شادين اعمال كيشدينا حنا اعمال سنوات، فهمتيني، راه ميلود راه شدينا بواحد 13 عام 14 عام، فهمتيني استاذ، يعني هاد الشباب هادو باقي ما خداوش زعما على عاتقهم انهم يكونوا عندهم سلسله رمضانيه، باقي مش، ولكن هم في مجالهم ديال لي شاو راهم حاضرين، عندهم جمهور ديالهم، طوروا شويه الفكاهه، جابوا الفكاهه الشبابيه مع 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 جيلهم ومع مع الشباب ديالهم، سي بيان، انا تنحييهم، ما عنديش موقف من هاد الوليدات هادو، بالعكس تنحييهم، كنمشي كنتفرج فيهم وكنشجعهم، ماشي ما فيهاش العيب، ولكن باقي ما ضفناش في الفكاهه الرمضانيه ديالنا، الفكاهه الشبابيه، واش حنا دخلنا مثلا دخلوا واحد من 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 من, من, من نجيبوا واحد من الفكاهيين الشباب ونقولوا هذه راه سلسله شبابيه؟ لا ما يمكنش، شبابيه راه فاعل، واحد نموذج ديال واحد الدراري من هاد الوليدات ديال دابا، والمتبقى كل الممثلين القدام، يعني باقي
باقي الممثلين هما هما نفس الوجوه نفس هذا، ما كاينش تغيير، ما كاينش تغيير. بالعكس كتقول دابا كتقول اللهم شويه الغياب بتحميره الوجه، ولا الظهور وكي الظهور ثانوي ما خدامش ولا تولي عادي زوكا، ولا عاد الظهور بور الظهور نو، خص الظهور الا غنكون الا غندوز ندوز شي حاجه اللي غتضيف نضيف شي حاجه لمسيرتي. وراه هذه هي الاشكاليه اللي قلنا، ما الحل؟ واش الحل؟ كل حل ويدي انا كورونا في التلفزيون تيني أستاذ، ما كمقترح خصنا كمقترح التلفزيون اللي كتحمل مسؤولية التلفازة، لأن التلفزيون خصو يعرف بلي راه كاينين فنانة ممثلين أكفاء ولاد هاد البلاد، وعطاو الشيء الكثير للتلفزيون المغربي من اللي كان باغيهم التلفزيون. دابا الآن علاش ما كنشوفوا الغياب ديالهم؟ راه ماشي فهيد اللي غايب على التلفزيون، راه مجموعة ديال الفنانة ومجموعة ديال الرواد كلشي مبارك. علاش ما كاينش؟ لان علاش كاين واحد الشله الان اللي كاينه، هادشي اللي كاين هاد لي بود دو برودكسيون كي قلنا عندهم الناس ديالهم، ولكن هنا كتقل على عاتق المسؤوليه على التلفزيون. التلفزيون خصو يلقى حل، التلفزيون هو اللي يقدر يقول ما ودي نديروا تكافؤ الفرص، نديروا تكافؤ الفرص. اليوم شلنا هاد المجموعه الرمضان الجاي نعطيو مجموعه اخرى، نعيط على البود دو برودكسيون نقول ايه غتنتج لي هاد العمل، ولكن هالاسماء اللي دابا الان اللي بغينا، ها احنا بغينا هاد الاسماء. احنا ماشي غادي نديروا مسلسل الجزء الاول الجزء الثاني الجزء الثالث الجزء الرابع الجزء الخامس واحد، ولا نمشيو نبدلوا على العناوين، هي راه سلسله فيها نفس الوجوه، بدل لينا على حيد عن النقطه، حيد النقطه راه ولا صافي، ولا فيلم اخر مسلسل اخر. بالعكس وانتني من راه المشاهد المغربي راه ولا شي يعرف كيف فهمت الحوجات، فهمتي؟ ورمضان لان داك كيكون مهرجان ديال المشاهده، يعني راه سيف ذو حدين، سيف ذو حدين. راه لان علاش ما حنا كان كيوقفنا شويه الخاطر، لان كتقول ملي كتفرج رمضان ما كتقول علاش حرام حرام، كتقول حرام حرام تولي تشوف بحال هكا، ما كاينش ابداع، ما كاينش جديد. حنا باقيين في رمضان ديال 2017 وباقي كنشوفوا شي حاجه اللي كنا حنا درناها في 2000، في 2000 حنا درناها، حنا السباقين ليها، هما يلا باقي كيشتغلوا عليها دابا. سا سفي با، ما يمكنش جيبوا لنا ابداع مزيان نشدوا الكرسي ونبركوا الارض، نقولوا صوفي هادشي تجاوزنا، هاد الفوكه تجاوزاتنا. اما باش الحب الظهور على الظهور ما كاين والو، شي جديد. وحنا كل رمضان كل رمضان كيخرج لنا النجم، ولكن حنا البريود اللي كنا احنا، لان علاش بقى هذاك الشيء ديالنا ساطع، بقى العمل ديالنا غادي تصاعدي. من اللي سيدكم الاولين المستر ميلود وراب حامو الطاكسي، عشت نهار سمع اخبار فراسك، سلسلات ديال ميلود اللهم قدرتي، والاوديونس ونسبه المشاهده عاليه، وكتخرج الشارع كتسمع شكشافاتي قالوا ولاتي بابا والعكاشي كيعرف ضجه كتلقى. علاش؟ لان كان الابداع ناجح. فاش كان كيكون ميلود هو المحور الرئيسي والممثلين اللي معاه كيساعدوه في الحل، ها فرقه متكامله، كاين معك معك عبد القادر مطاع استاذ كبير، هرام كبير كيامن بك انت كشاب هذيك الساعه باقي صغير وشاب وطموح، كيجي يمثل معك، مش كنقولوا دور ثانوي، لا كيجي كيزكي كيشحنك كيعطيك ان بوست كيعطيك ان بليس. دابا وكتولي انت المحور، انت اللي عندك الفرجه، انت اللي عندك سي نورمال، سي نورمال، ودابا راه شرح الواضحات هذه سي نورمال، وكيطلب على الرباح، لان هذاك دابا حنا مابقاش كندوي على الابداع، دابا كندوي على الرباح. دابا خص اش دخل لي هذا العمل؟ مابقاش مشينا نجيب النجم اللهم قدرتي، لا نجيب لنا واحد اخر يلاه بهذه الطن صافي نسميها بلي رانا تحت فرصه للشباب. تيني وما كيهموش هو العمل، واش العمل بمعاييره بمقاييسه اللي غادي تشوفوا الاسره المغربيه وفي شهر كريم شهر رمضان سيكون المستوى طالع، لا يمكنش. هادشي اللي كنقولوا وعينا من وعاوتاني ملي كتدوي بزاف تيقول لك ها هو ثاني كيدوي وخليه ها هو حتى ماشي دابا كدوي على اساس باش واحد النهار يلتفتوا ليك، نو بالعكس، الا دويتي صافي خصك تبقى ساكت، ولا ما جاش خصك تدوي، لا حقك. علاش؟ حقي احنا ما تنطلبوش، لان احنا كي قلت لك غير تكافؤ الفرص، وكيبقى الحكم الاول والاخير هو الجمهور. وسمعت الخياري فنان كوميدي كبير، سمعت الخياري
استطاع الاسم ديالي انا وياه ابرز في واحد البيريود في ميم بيريود فوقت وحده. يعني كنتي كتقول واحد القيته كتقول فهيد الخياري وفهيد تيني، يعني كنا نجاح نجحنا بجوج اونصومبل والحمد لله. ودابا حنا راه حنا بخير وعلى خير وخدام الله يسهل عليه. انا في المجال ديالي تا انا راه حنا بخير، ولكن الحمد لله كتبقى كانت كتجمعنا واحد المسيره فنيه قويه. دنيا بوطازوت ممثلة من طين الكبيرة، يعني حاضرة بقوة كوميديا، لأن احنا كان عندنا في الساحة قليل ما كنشوفوا الكوميديات بعد الأستاذة حنان الفضيلي. الآن بوطازوت كاينة وحاضرة، يعني ممثلة بمعايير كبيرة. الجم تاريخ ديال هاد البلاد السعيدة، الله يطولنا في عمره، كيبقى هرم من 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 المسرحيين من شيوخ المسرح اللي عطاو ولا زالوا غادي يعطوا ان شاء الله، والله يطولنا في عمره. هو راه عارفني انا كنحبه بزاف. انا من خلال هذا المنبر انا كنبغي نحيي الجمهور ديالي، لان تن 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 عندي واحد الاحساس غريب، يعني كنحس بشي احساس ما الله اللي مطالع على الغياب، لان انتم تلحون على الغياب. وانا كنحييكم من هذا المنبر، لان خصكم تعرفوا واحد الفنان اللي انتم ساهمتوا فيه بشكل كبير. الغياب ديالو راه ماشي بيدي، يعني غياب هكاك اتانا كيدوينا كيجا في السرد ما لقينا لهش الحل. على عين عبدو ربيه احنا ولاد الحي المحمدي، من 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 حي ديال الكفاح والنضال، دوك حنا غنبقاو ناضلين حتى نريحوا له التلفازه وندوزوا فيها، واخا ندير على النشره واخا ندوزها في النشره الجويه فهمتيني، ولكن ان شاء الله يجعل الله خير. تحياتي لكم. بارك الله فيك.